توفي ربان أثناء تصدي خافرة تابعة للجيش الوطني لثلاثة من مراكب صيد مصرية. الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني العميد توفيق الرحموني أفاد بأن الخافرة قاذفة الصواريخ جالتا ضبطت في حدود الساعة 8:30 من ليلة البارحة ثلاثة مراكب صيد مصرية في حالة صيد غير قانونية بالمياه الخاضعة للسيادة التونسية عرض سواحل جرجيس، فحاولت إيقافها وتحويل وجهتها نحو ميناء جرجيس، لكنها قامت بمناورات خطيرة تجاه الخافرة محاولة صدها والهروب منها. ومن لمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف العميد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني توفيق رحموني. سيد العميد، مرحبا. أهلا بك، لو توضح لنا ملابسات هذه الحادثة. هو بالفعل تمكنت الخافرة قاذفة الصواريخ جالتا التابعة للبحرية الوطنية ليلة أمس من ضبط ثلاثة مراكب صيد مصرية عرض سواحل جرجيس تقريبا على بعد 32 ميل، يقوموا بعملية صيد غير قانونية بمنطقة الصيد الخاصة والخاضعة للسيادة التونسية والمعترف بها دوليا والمعروفة بوفرة أسماكها. فحاولت الخافرة توقيف هذه المراكب لكنها أبدت تعنت وقامت بمناورات خطيرة تجاه الخافرة وحاولت صدمها وإغراقها بعد أن أطفأت أضواءها. فاضطرت الخافرة التونسية لإطلاق النار للإنذار في الهواء في مرحلة أولى وفي اتجاه المراكب في مرحلة ثانية، فلاذ مركبان بالفرار وامتثل الثالث الوقوف وهو مركب الصيد أبو أنيس. وجراء اضطراب حالة البحر والمناورات الخطيرة أصيب ربان المركب المصري أبو أنيس بطلق ناري، فقامت البحرية التونسية بإخلائه إلى ميناء جرجيس حيث وصل على الساعة تقريبا 5:30 صباحا، إلا أنه توفي في الأثناء. وتم توجيه كذلك خافرة ثانية انطلاقا من ميناء جرجيس قامت بخفر مركب الصيد واللي على متنه 17 بحار مصري، وكذلك حضر بالميناء السيد حاكم التحقيق العسكري واللي قام بمعاينة الجثة قبل إرسالها نحو المستشفى الجهوي بجرجيس. نعم، أنا أتقول اسمي باسم وزارة الدفاع الوطني العميد توفيق الرحموني، شكرا جزيلا لك.